السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مؤفر إمام قناة موف تي في. كيف حالكم يا شباب؟ طب اليوم بدنا نتعلم شو هم ايش الجينيريك، بس قبل ما نتعلم الجينيريك خلينا نرجع للكلاس النينجا تاعنا. متذكرين كلاس النينجا تاعنا؟ بيرفكت. هسا كلاس النينجا تاعنا بتنضيف عليه انذر ميثود. شو الميثود هي؟ تكون void، ما بتاخد شيء، ما بترجع شيء. void ايش؟ give rewards. اوكي، يعني احنا ناخد ايش احنا منكم ريورد معينة، تمام؟ فالريورد هاي نيجي بنعملها implement هون. طبعا شباب انا لاحظت ان انا سريع شوي، فهون النقطة اللي بساوي انا بستخدم IDE IntelliJ IDE. اوكي، هون عشان باجي بعمل alt و enter بطلع لي implement methods. اوكي، فبعمل اوكي، فهي بيجي بيعمل لي لحالي give rewards لحالها. اوكي، بس انا بامكاني مثلا اجي كمان اعملها لحالي، اكتب مثلا public give reward، هو اصلا لحاله راح يطلع لي اياها، تمام؟ بس بامكاني اكتبها اوكي وهيك، تمام؟ وكذا avoid. اوكي، هيها كلها، بس بامكاني بعملها annotation override، بعدين بعلمكم شو annotation. اوكي، بس هي something it's not necessary، يعني مش ضروري تعلموها هلا. اوكي، طيب انا بياخذ rewards، انا بياخذ rewards. طب rewards هاي ايش؟ اوكي، هلا person 2 وهي person 1 كمان، خلينا ايش نعمل implement لهي الميثود. اوكي، هيها. طيب تعالوا نيجي نحكي، بس هلا كل واحد من البيرسونز هدول اللي عاملين امبلمنت لكلاس نينجا، يعني صاروا نينجا، بيرسون واحد وبيرسون اثنين، خلينا نعملهم سبليت فيرتيكالي. اوكي، شوف بقول لك بيرسون واحد انا بس باخذ مصاري كامله، وفي سيم يكون هون بالغلط، انا باخذ بس مصاري كامله، تمام؟ بيرسون 2، بيرسون 1 شو بقول لك؟ انا بس باخذ مقايضات، يعني سترينجز، بعت لي سترينج، تمام؟ هسا الريورد هاد فانكشن لازم انا بس استدعيه اعطي اشي للزلمه اللي قتل لي حدا مثلا، صح؟ يعني تاني انت بتستاجره ليش؟ عشان يعني يقتل لك حدا مثلا، جارك مغلبك، صاحبك الزنخ بضل يسرق قد حياتك، يعني فانت بتستدعي له كلاس النينجا هاد، او مش النينجا، بتستدعي بيرسون 2 اللي هو عامل امبلمنت للنينجا، وبتعطيه بس يقتل لك حدا او يعمل اتاك بتعطيه ريورد، تمام؟ فهلا بيجي بقول لك انا بس باخذ مصاري، فبتيجي بتحكي له ماشي هون، فانت بتيجي بتعطي ايش؟ بدي هاي يكون ايش؟ انتجر ماني، صح؟ يعني نعطي احنا انتجر ماني، بس ايش بيجي بقول لك؟ انا هاد ما اتفقنا على هيك يا جماعه الخير، النينجا ميثود فيها بس جيف ريورد، ما بتاخذ شيء، هيها ما بتاخذ شيء، فباجي بحكي له مش مشكله خليها تصير تاخذ انتجر، تمام؟ انتجر ام خليها ماني، هاي هاد ايش؟ بقول لك انا ما عندي مشكله، صار وضع ايش؟ تمام. طبعا هو في بروبلم هون، لانه هون بقول لك ايش لازم تعطيه انتجر، انتجر ماني. اوكي، فبطل عندنا مشاكل، فصار في عندنا فعلا هاي انتجر ماني، وانتجر ماني هون في ايش؟ كلاس بيرسون 1 اللي بياخذ المقايضات. اوكي، لازم نستدعي له ايش؟ جيف ريورد اللي بتقبل بس مصاري. وهون بيرسون 2 اوكي اللي هو بياخذ مصاري كامله، في عنده صار ميثود بياخذ مصاري جيف ريورد اللي هي ايش؟ بتستقبل مصاري. طيب نروح على المين، وايش بيجي بقول لك المين؟ هاي احنا عرفنا بيرسون 1 من المحاضره الماضيه، اوكي، اللي هو احمد سميناه، وبيرسون 2 علي. طبعا هلا بيرسون 1 اللي هو ايش يا شباب؟ بيرسون 1 اللي هو بياخذ مقايضات. ظني انا هيك، هذا مقايضات، اوكي، وبيرسون 2 شو بياخذ؟ مصاري، تمام؟ خلينا نشوف شو بيصير. هسا هذه متذكرين برنت نينجا من المرة الماضية، نلغيهم كلهم، هوبا تمام، الغي، اوكي تمام. هسا بيرسون 1، بيرسون 1 دوت جيف ريوردز، بدنا ايش؟ نعطيه ماني، نعطيه 5 ليرات، تمام. هلا بيرسون 2، بيرسون 2 لا سوري، بيرسون 2 هو اللي بياخد مصاري، صح؟ انا عجبت الدنيا. هلا بيرسون 1 اوكي دوت جيف ريوردز شو بده ياخد؟ برضه مصاري، بس لما انا بعت له هيك مصاري ايش حكينا؟ هلا حكينا انه بيرسون 1 تمام هذا بياخذ بس مقايضات، يعني انا بدي سترينج تبعت لي، تمام؟ فهاي الميثود اللي عنده ما بده يستخدمها. هلا هذا مش بقول لك ايش؟ بقول له سيستم دوت اوتبوت دوت برنت ايش؟ شكرا، استلمت منك هذا الشيء، تمام؟ بلس ماني. اوكي، هذا شو بده يطبع؟ بقول لك سوري، هذا بقول لك ايش؟
يقول لك انا ما باخذ مصاري، انا ما باخذ مصاري، تمام. طيب شغل البرنامج، اوكي، وفعلا بيقول لك بيرسون 1 شكرا استلمت منك 5 ليرات، والثاني انا ما باخذ مصاري، اوكي. طبعا هم طلعوا من دون ايش، نيو لاين، اوكي. طيب هسه بيرسون 1 برضه لاين، اوكي، يعمل رن، اوكي، هي شكرا استلمت منك 5، الثاني ما باخذ مصاري. طيب الثاني عشان ياخذ مصاري بده الجيف ريورد، بس بدل انتجر بده تكون سترينج. نيجي بنقول له ماشي يا ابن الحلال. هون نيجي بنعطي هاي كمان واحدة بنعملها دوبليكيت. كيف عملتها دوبليكيت؟ كوماند دي او كنترول دي، وهاي بخليها سترينج، اوكي، تمام. طب شو بده يصير عندنا؟ بيرسون 1 راح يعترض، بقول لك طيب اعمل لي اياها هون، تمام. بتعمل امبلمنت للميثود، بصير في عندنا سترينج. شو بتطبع؟ بتطبع له ايش هذا الاشي، بتقول له انا ما باخذ مقايضات. هات بيرسون 2، شو بقول لك؟ خلينا بيرسون 1 هون كمان، هات شو بقول لك؟ انا ما باخذ مقايضات، انا ما باخذ مقايضات، اوكي. طيب وهذا بيرسون 1 هو اللي باخذ مقايضات، تعمل امبلمنت للميثود، بقول لك اهلا وسهلا فيك، شكرا استلمت منك هاي، شكرا استلمت منك السترنجاي هاي ام، تمام، شكرا استلمت منك ام. طب هلا تمام، فصار في عندنا بيرسون 2 جيف ريوردز، تمام. ما بدنا ايش، اوكي. هلا بيرسون 2 بياخذ مصاري، بيرسون 1 بياخذ مقايضات، شو بدك تعطيه؟ كرسي، تمام. طيب خلينا نعمل رن ونشوف وضعنا ايش، تمام. شكرا استلمت منك 5، شكرا استلمت منك كرسي، تمام. هسه لو بيرسون 2 بدك تعطيه مثلا كرسي، تمام، كرسي، و بيرسون 1 بدك تعطيه كمان 5 ليرات، شو راح يقولوا لك؟ راح يقولوا لك لا عمي، انا ما باخذ، انا بدي بس مصاري، وانا بدي انا ايش يعني، شكرا استلمت 5، انا ما باخذ مقايضات، تمام. هذا بيرسون 2. بيرسون 1 بقول لك شكرا استلمت منك الكرسي، بس انا ما باخذ مصاري، تمام. حلو كتير، هل يمكن عجبك الدنيا؟ بس طب هسه لو اجانا بيرسون 3 وبقول لك انا لا باخذ مصاري ولا باخذ شو اسمه، انا بدي اخذ مثلا دبل، يعني مثلا تعرفوا الفاريبلز اللي موجوده في الحياه، ما في عندنا انتجر، صح، في عندنا انتجر وفي عندنا طبعا ايش، دبل. لو اجي بقول لك واحد بدي دبل، بدك تروح على كلاس نينجا وتروح تسلخ له كمان جيف ريورد وتعمل دبل هيك. طب افرض اجى واحد بده بوليان كمان، هيك اخترع بقول لك هيك زنخ، بدي اقول لك بده بوليان، بدنا معقول نضلنا لكل واحد نعطيه ميثودز قد ما بده، نقعد نعمل له كل واحد نطلع كم ميثود صار احنا عم نعملها امبلمنتيشن وايش وما بنستخدمها، تمام يا شباب. فهلا هاي مشكله كتير كبيره، مشكله عويصه انه احنا نقعد نعمل كلها. طيب اللي بدي احكي لكم اياه، روحوا على كلاس ريورد نينجا وايش، شيل كل هذول على الفاضي، اوكي، شيل اللي ما بدنا نستخدمهم، alright. روح على بيرسون 1 نفس الشيء، شيلهم هذول، اوكي، وروح لنينجا ونخليه ايش، شو ماله، ونخلي نينجا ايش يا شباب، نخليه، ليش فاجئ هيك وهذا، تمام، اه اوكي، ونخليه ايش، جينيريك، يتعامل الريورد تصير جينيريك. كيف؟ بتيجي بتعمل براكت هون وبتعطيه تي او بتعطيه اي او بتعطيه سي، ما بفرق، تمام، بس هي متعرف عليها بتي، اوكي، لان ماخوذه من تي، من تبلنت، من سي بلس بلس، بس تحكوش لحدا، بس مش متاكد كمان من هالمعلومه بس انا متاكد انه سي بلس بلس بتاخذ تمبلت، اوكي، فبتحطها تي، تمام. ايش معناها؟ بقول لك انا نينجا باخذ اني تايب، او يمكن تي من تايب، صراحه ما بعرف، يو كان لايك اند شير ان ذا كومنت. بقول لك ايش، انا باخذ من نوع تي، يعني الريوردز تاعتي بعطيكم اياها من نوع تي، انت حر ايش في الريورد تاعتك، تمام. واحنا لازم نلغي هاي كل شيء هون، وبورجيكم هلا كيف ممكن نحلها، تمام، اوكي. فهلا شوفوا صار في عندنا احنا ايش، نينجا هاد ايش بياخذ، النينجا بياخذ اني تايب. طيب تعال اعمل امبلمنت لهذا الشيء، امبلمنت ميثود، اوكي، هاي بياخذ اوبجكت، صار، اوكي، بياخذ اوبجكت، اوكي، وهذا خطأ. شو لازم نعمل هون يا شباب؟
طبعا انا هنا شوف بيرسون 2 اللي بياخذ مصاري، وبيرسون 1 اللي بياخذ مقايضات. اوكي، هلا بياخذ مصاري بذكرين كان بياخذ ايش؟ انتجر، انتجر، وهذا كان بياخذ سترينج بيرسون 1. فبتيجي انت شو بتعمل؟ نينجا هاي امبلمنت نينجا ايش؟ نينجا اوف تايب هون على بيرسون 1، نينجا اوف تايب وات؟ اوف تايب سترينج. تمام، بتيجي بتعمل امبلمنت للميثود، شوف الريورد صار تاخذ سترينج. نفس الكلاس بتاعنا اوكي اللي هو نفس الانترفيس نينجا، بس في كلاس ثاني بيرسون 2 خليه يصير ياخذ انتجر. طبعا ما بزبط تكتب انت هيك جوا هدول الجينيريك لانه ما بستقبلها جافا كومبايلر، فبتيجي تكتب انتجر زي هيك. اوكي، هلا اعمل امبلمنت لهي الميثود، بتصير ايش؟ تاخذ ايش؟ انتجر هون. اوكي، طبعا هي عامله لنا مشكله هون. اوكي، هاي بيرسون 1 وبيرسون 2. تمام يا شباب، هلا زي ما انتم شايفين احنا عندنا صار بيرسون 2 ياخذ مصاري، وبيرسون 2 بيرسون 1 ياخذ سترينجز. روح على المين. تمام، شوف بيرسون 1 جيف ريوردز، شو بتاخذ؟ بس سترينج. هون مثلا بتيجي تعطيه ايش؟ كرسي. اوكي، طيب بيرسون 2 شو بقول لك؟ ما بياخذ هم مصاري، بياخذ ايش؟ انتجر، ياخذ مصاري 5 ليرات. اوكي، 5 ليرات. تمام، اعمل ايش؟ رن. بصير ايش الوضع يا شباب؟ ممتاز. احمد، ماي نيم از احمد، مالكش دخل. وجيف ريوردز انا اصلا مش طابع شيء فيها، سوري. تمام، فهيو مثلا هون جيف ريوردز، هذا ايش بياخذ؟ استلمت منك مصاري، استلمت منك ايش؟ المصاري، استلمت البضاعه، استلمت المصاري. اوكي، بلس ام. اوكي، وهون نفس الشيء في بيرسون 1، هيها شو نخليها؟ ما حدا يدخل فيه، انا بهجم مين ما بدي. تمام، انا استلمت ايش؟ الكرسي، اخذت منك، قايضت معك هذا الشيء. تمام، ايش هو؟ بلس اللي هو ام. اوكي، نعمل ران. ايش بقول لك؟ طبعا ماي نيمز احمد، ماي نيمز ماكس، خلق كرسي، قايضت معك، استلمت مصاري 5 طبعا عشان ما في شيء ايش؟ عشان ما في شيء سبيسات. تمام، نرجع نعمل ران. وهيك يا شباب شو ايش صار عندنا احنا ايش؟ الموضوع الكرسي هو لازم يكون هون. عمري ما دمرت عربي بصراحه، ليش هيك؟ ولا عارف اعمل شيء. جد لازم نحكي شيء لانتليجي ونقول لهم ان شباب يعني ما بصير هذا الشيء اللي عم تعملوه، صح؟ يعني احنا بدنا اللغه العربيه تندعم. تمام، قعدت معك كرسي، استلمت منك مصاري 5 ليرات. تمام، طيب يا شباب شفتوا ذا باور اوف جينيريك. هلا صار النينجا كلاس اوكي يستقبل اي تايب، فالريورد هاي مين بيحددها؟ بيحددها الكلاس اللي بيعمل ايش؟ امبلمنتيشن له، اللي بيشترك في العقد معه. فبقول لك انا بيرسون 1 اعطيني نينجا من نوع انتجر، من نينجا اللي بياخذ بس انتجر ريورد. بيرسون 1 تمام، شو بقول لك؟ انا بيرسون 1 نينجا بس باخذ ايش؟ مقايضات سترينج. تمام، وهذه هي قوه ايش؟ الجينيريك. الجينيريك هي بتعطيك حريه في تغيير التايب اللي بدك اياه. تمام، هذه الاشياء رح نستفيد فيها لقدام، بس نيجي نتعلم كيف نطبق ايش ديت ستراكشر. يعطيكم العافيه.